بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى فقرة جديدة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالي اي كومبوندر. طبعا كنا قد وصلنا إلى هاد الصفحة كما نلاحظ، الصفحة 34، اون ديجا في لي سون بغ تخ دغ فغ بخ اكخ. في هذه الفقرة سنستكمل مع نفس الأصوات. طبعا سنرى هنا كما نلاحظ غوني أمي إن كخافات، غوني أمي إن كخافات، غوني أمي، غوني أمي إن كخافات، إن كخافات، غوني أمي إن كخافات. إذن طبعا لو فيغ متر هي وضع، لو فيغ متر يعني وضع. غوني أمي إن كخافات. كما نرى هنا، on a le participe passé du verbe mettre précédé de l'auxiliaire avoir. إذن كما نلاحظ عندنا le participe passé الخاص بفعل mettre يعني فعل وضع مسبوق بالمساعد avoir. غوني أمي. نتكلم عن le passé composé. Le passé composé. على عكس لو قلنا مثلا غوني أمي. لو وضعنا مثلا لوكسيليار اتر، إذن غيكون غوني هو الموضوع. كوم اكزومبل اون بو دير غوني أمي دون زون شامبر. إذن غوني أنه وضع في غرفة. تو سول مثلا وحيدا. إذن ممكن نقول هذا، هنا عندنا غوني هو الذي وضع. غوني أمي إن كخافات. إذن غوني أنه وضع إن كخافات، ربطة عنق. Après, on a la robe de Mina est propre. La robe de Mina est propre. Et donc, on a déjà vu la robe. Voilà. Regardez ici. Bébé a une jolie robe. Bébé a une jolie robe. On a déjà vu la robe, yani le fustan. Ici, on a Mina ou bien la robe de Mina est propre. Et de notre kalam an fustan Mina est propre. Houa nadif, nadif. Yani annahu laysa bi awsakh, ghayr muttasikh. Et de naqul la robe de Mina est propre. العكس أن نقول مثلا لا روب دو مينا إي سال، لا روب دو مينا إي سال. كما نقول فستان مينا أنه متسخ، ممكن نقول لا روب دو مينا إي سالي. طبعا نتكلم على لو فيرب ساليغ، فعل وسخ. إذن عندما نقول إي سالي أنه وسخ. أيضا ممكن نقول فستان مينا أنه وسخ. ثم عندنا أوفغ لو ليفغ إلي. Ouvre, c'est le verbe ouvrir. Parfois, on peut dire ouvre la porte. Ouvre vite la porte. Iftah bisur al-bab. Ici, on a ouvre le livre. Ouvre le livre. Et lis. Et donc, on demande à quelqu'un d'ouvrir le livre et de lire. Et donc, نطلب من شخص أن يفتح الكتاب وأن يقرأ. وأن يقرأ. أن يفتح الكتاب وأن يقرأ. On lui dit ouvre le livre. On lui demande d'ouvrir le livre. Et on lui demande aussi de lire. إذن نطلب منه أيضا أن يقرأ. إذن نقول له ouvre le livre et lis. إذن هنا le verbe ouvrir et le verbe lire هادو مصرفين فاش؟ اش من زمان؟ À quel temps est conjugué le verbe ouvrir et le verbe lire? Les deux verbes sont conjugués à l'impératif, à l'impératif. Et dans le fi'lain, musarrafan fi al-amr, musarrafan fi al-amr. Tu m'as dit, ne crie pas, ne crie pas.
C'est le verbe. On a déjà vu ce verbe. من قبل رأينا هذا الفعل. On a déjà vu le verbe crier. رأينا فيما سبق فعل صراخة. مينا كري برافو. إذن مينا تصرخ. وممكن نقول مينا نو كري با. مينا لا تصرخ. هنا عندنا نو كري با. اش من زمان هذا؟ Bien sûr, c'est la même chose comme le verbe ouvrir et le verbe lire. Le verbe crier est conjugué aussi à l'impératif. إذن فعل crier أنه مصرف أيضا à l'impératif. أنه مصرف الأمر. كما تقول شي واحد كري يعني أصرخ ممكن تقول له نو كري با. ممكن تقول لشخص أوفر لو ليفر ممكن تقول له نوفر با لو ليفر. لا تفتح الكتاب. إذن هذا أمر. ممكن تقول لشخص لي وممكن تقول له نولي با. نولي با. لا تقرأ. إذن هذا أمر وفيه نفي. ثم عندنا برافو غني. إذن أوفر لو ليفر إلي. افتح الكتاب وقرأ. أوفر لو ليفر إلي. نو كري با. لا تصرخ. يعني اقرأ. اقرأ بدون صراخ. برافو غني. برافو غني. إذن كنا نقول تشجيع غني. إذن نعيد. غني أمي إن كخافات. لا روب دو مينا إي بروبر. أوفر لو ليفر إلي. نو كري با. برافو غني. أبخي هنا. لا مير دو غني لاف لا فيتر. لا مير دو غني لاف لا فيتر. الزجاج الخاص بالخزانة مثلا إذن يسمى لا فيتر. طبعا لا فيتر هو ديك اللوحة ديال الزجاج. ملي نتكلمو على واحد الخزانة مثلا مزودة بالزجاج إذن نتكلم عن هاد القطع الزجاجية اللي تتشكل الواجهة ديال الخزانة إذن نتكلم عن لا فيتر. إذن عندنا هنا لا مير دو غني لاف لا فيتر. إذن أم غني تغسل. On a déjà vu le verbe laver. Comme exemple, moi je lave ma voiture. Comme exemple, Mina lave sa robe. Mina lave sa robe pour la rendre propre. لكي تعيده نظيفا. Mina مثلا تصبن فستانها لكي تجعله نظيفا. Mina lave sa robe pour la rendre propre. Ici, on a la mère. La mère de René lave la vitre. Après, on a Mina brosse le tapis. Mina brosse, utilise la brosse pour rendre le tapis propre. Et de n'y être la brosse, لكي تجعل السجاد نظيفا. Alors, Mina brosse. Ici, on a le verbe brosser, qui vient bien sûr du mot brosse. Quand on parle du verbe brosser, c'est-à-dire qu'on utilise la brosse pour rendre quelque chose propre. Et de نستعمل الشيطة أو الفرشات إلى غير ذلك لكي نجعل شيء نظيفا. Mina brosse. Mina brosse. Le tapis. إذن مينا تستعمل الفرشاة كما نقول أنها تفرش لو طابي السجاد. إذن نعيد غوني أمي إن كخافات. غوني أمي إن كخافات. لا روب دو مينا. لا روب دو مينا إي بروبر. أوفر لو ليفر إلي. نو كري با. برافو غوني. La mère de René lave la vitre. La mère de René lave la vitre. Mina brosse le tapis. Mina brosse le tapis. Rémi prête le vélo à René. Rémi prête le vélo à René. On a déjà vu le vélo. Le vélo. Regardez ici. Voilà. C'est le vélo. C'est le vélo. Voilà, c'est le vélo. On demande à Rémi de prêter son vélo à René.
c'est-à-dire qu'on demande à Rémi de donner momentanément son vélo à René. يعني أننا نطلب من غيمي أن يعطي مومونتانيمو يعني مؤقتا سون فيلو يعني دراجته أغوني. ما معنى هذا؟ يعني غيسلف الدراجة ديالو الغوني. تنطلبو منو باش يسلف الدراجة ديالو الغوني. شنو نقولو له؟ غيمي بخيت سلو فيغ بخيتي. بارفوا اون بخيت دو لارجون. أحيانا نسلف الأموال. إذن شخص يسلف آخر قسطا من المال. إذن نتكلم عن بخيتي دو لارجون. إذن غيمي بخيت. أ كيل طون إي كونجيغي لو فيغ بخيتي. إذن في أي زمان مصرف لو فيغ بخيتي. سي لا ميم شوز كوم لو فيغ أوفغيغ إي لو فيغ ليغ. إي بيان سور لو فيغ كريي. Le verbe prêter est conjugué à l'impératif. On demande à Rémi de prêter son vélo à René. Alors là, le verbe prêter est conjugué à l'impératif. Et donc, عندما نطلب من شخص أن يقوم بعمل ما, عندما نأمر شخصا بفعل شيء, إذن هنا نتكلم عن الأمر. Alors là, le verbe prêter est conjugué à l'impératif. Rémi prête le vélo à René. Rémi, سلف الدراجة الغوني. Voici du sucre pour Miro. ها هو من السكر من أجل الكلب ميرو. Voici du sucre pour Miro. إذا نعيد هنا. On a déjà vu des mots avec bre comme exemple. Le bras, on a ici des bras. La brosse, regarde ici, on a la brosse. Une tête brune. On parle d'une tête brune. نتكلم عن رأس أشقر. Tu es libre. أنت حر أو أنت حرة. Trop petit. جيت صغير. إذن نقول مثلا Rémi est trop petit. Pour aller à l'école. Rémi هو جيد صغير للذهاب إلى المدرسة. ثم لو ميتر. هنا طبعا يجب التفريق بين لو ميتر وبين كلمة لو ميتر. تتنطق بنفس الطريقة. نتكلم مثلا عن الأستاذ أو المدرس أو المعلم. إذن يكتب بالطريقة. ونتكلم عن لو ميتر يعني المترو. المترو اللي تنعبرو به. نتكلم عن وحدة قياس طول تسمى لو متر. Après on a le trou. On a déjà vu le trou. Le trou. Parfois on parle du verbe trouer. أحيانا نتكلم عن فعل تقبة. Dérivé de ce mot. إذا مشتق من الكلمة. Après on a le litre. Le litre. Voilà c'est le litre. Très doux. يعني جد لطيف. ممكن نقول مثلا حلو إلى غير ذلك. Le drap du lit, voilà, ce sont les draps du lit. Le cadre, regardez ici, c'est le cadre. Drôle. On parle de quelque chose ou d'un événement drôle qui est bizarre. تنتكلم على واحد الواقعة أو على واحد الحادث أو على واحد الشيء نقول عنه بأنه drôle. يعني كمان نقول أنه خارج عن العادة. أنه شاد. أنه شاد ما تيوقعش بزاف. ثم كودغ سي لو فيرب كودغ. لا مير كو الأم تخيط. كوفغ لو ليفغ. هادي ماشي بحال اللي شفنا دابا أوفغ لو ليفغ. هنا عندنا كوفغ لو ليفغ يعني غلف الكتاب. هنا عندنا أوفغ لو ليفغ افتح الكتاب. هنا عندنا لو فيرب كوفغيغ. هنا عندنا لو فيرب اوفغيغ. ثم عندنا لا ليف يعني الشفه. اذا نتكلم عن الشفتين اذا لا ليف الشفتين اللي تيكونوا الفم. اذا نتكلم عن لا ليف. او قاعد يسي ولا سوسون لا ليف.
Ouvre vite la porte. On a déjà vu ça. Ouvre vite la porte. افتح بسرعة الباب. ممكن نقول أيضا ferme vite la porte. اغلق بسرعة الباب. Ferme vite. Ferme. C'est le verbe fermer. Ici on a le verbe ouvrir. Ouvre vite la porte. Ouvre vite la porte. Après on a le prix du livre. Le prix. Le prix du livre. ممكن نقول le prix de la robe. ثمن الفستان نقول احيانا لبائع كيل لو بري دو سو تيليفون ما هو ثمن هذا الهاتف ثم عندنا ابري طبعا هذه كلمه وحده هاد ا راه ملاصقه مع هذه عندنا ابري يعني بعد العكس ديالها هي افون افون يعني قبل اي تي بروبر اي تي بروبر هل انت نظيف اي تي بري هل أنت مستعد؟ ثم لو كري الصراخ هنا ديجا في لو فيرب كري مينا كري مينا تصرخ ici on a لو كري لا كرافات دو بابا لا كرافات دو بابا après on a le sucre comme exemple voici du sucre pour Miro voici du sucre voici du sucre Miro. Ha ou mina soccer numéro. Après on a il écrit. Hoa yaktub. Mashi il crie. Il crie. Yani hoa yasrokh. On parle ici du verbe crier. Par contre, quand on dit il écrit, qu'il utilise le crayon, le stylo pour écrire. Alors là, on parle du verbe écrire. René a mis une cravate. René a mis une cravate. La robe de Mina est propre. La robe de Mina est propre. Ouvre le livre, Ellie. Ouvre le livre. Regardez ici. Le livre est ouvert. Le livre est ouvert. Eden, el kitab maftouh. Ouvre le livre, Ellie. افتح الكتاب واقرأ. نكري با. استدير بسي طفوة. يعني انقص من صوتك. برافو غني. La mère de غني lave la vitre. إذن أم غني تغسيل الزجاج. تغسيل الزجاج. اللوحة الزجاجية. مينا بغوص لو تابي. مينا بغوص لو تابي. ريمي. Prête le vélo à René. Rémi, prête le vélo à René. Voici du sucre. Voici du sucre pour Méro. Après, on a ces syllabes ou bien ces sons. On a br, br qui se prononce br, 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 exactement comme celui-là. Après, on a cre, cre, comme celui-là. Après, on a tre, tre, exactement comme celui-là. Ensuite, on a pre, pre, comme celui-là, pr. On a ici aussi pr. Après, on a l'autre, l'autre. Voilà, l'autre. Après, on a la cravate, la cravate. Voilà, René a mis une cravate. Une cravate, la cravate, voilà, c'est la cravate. Le drap, regardez ici, on a les draps. Nous avons le jam, bzaf de l'aide, al-ghita'at. Nous avons le drap, peut-être nous parlons de al-ghita' wahid. Après, on a le bras. Ici, on a les bras. On a deux bras. Deux bras. René a deux bras. Ici, on a le bras. On parle d'un seul bras. Et d'un تكلم عن درع واحد. Et d'un استأنف الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.